حد يكلمني كده يعني ايه المفهوم الباركنسونيزم او ايه المشكلة بتاعت الباركنسونيزم ده؟ ايه رأيكم؟ انه بروجريسيف ديزيز، يعني مع تقدم الوقت يتدهور حال المريض. صح. ايه تاني؟ نيورو ديجنريتيف ديزيز. ممتاز جدع. يعني هو تفضل. ويكون كرونيك وغالبا مع الايجنج يعني. صحيح، يعني هو ديجنريشن، وادام ديجنريشن يبقى في نوع معين من انواع الخلايا. طب الديجنريشن ده في انهي نوع من انواع الخلايا؟ الدوبامينرجيك نيورون. صحيح، في الدوبامينرجيك نيورون. هي الدوبامينرجيك نيورون دي موجوده فين؟ في السبستانشيا نيجرا. السبستانشيا نيجرا. طيب هي موجوده في حته تانية في البادي غير في السبستانشيا نيجرا؟ الدوبامين نفسه يعني؟ انت قلتوا ان هو ديجنريشن في الدوبامينرجيك سيلز. طيب هل الدوبامينرجيك سيل موجوده في البادي في اي مكان تاني؟ موجودة، بس المشكلة هو اللي الدوبامينرجيك الموجودة في المخ، يعني مو اللي في الجسم. طيب موجودة فين تاني في الجسم غير في ال غير في ال في البرين دي؟ انتستن؟ لا. فين تاني؟ موجودة في السكن عشان تصنع الميلانين. صحيح، يبقى في الميلانوسايت بيطلع فعلا ايه دوبامينرجيك سيل. طيب ايه تاني؟ موجودة في الريتنا في الاي، واكتر كونسنتريشن في دوبامينرجيك سيل هو موجودة فين؟ في الريتنا، مش في اي مكان تاني. من ضمن الحتت اللي بيحصل فيها ديجنريشن اللي هو السبستانشيا نياجرا، وكلمة نياجرا يعني اسود، يعني هو نياجرا من جاء من كلمة نيجرو اللي هو اسود يعني اسمر. وهو اللون الاسود ده نتيجة للدوبامين نفسه، عشان كده بيسموها الايه المادة السوداء اللي هي السبستانشيا نياجرا. طيب لما بيحصل في ديجنريشن في السبستانشيا نياجرا ده ايه اللي بيحصل؟ حد يقول لي؟ بيقل تصنيع، بيأثر على الموفمنت. لا، هو احنا متخيلين ان السبستانشيا نياجرا ما فيهاش غير دوبامين، لكن هو الواقع ان فيها اكتر من كيميكال ترانسميتر، فيها كيميكال ترانسميترز كتيره، لكن اكتر اتنين موجودين في السبستانشيا نياجرا هو الدوبامين والاستايل كولين. يعني هما دول اكتر اتنين موجودين، لكن هو فيها نور ادرينالين وفيها ادرينالين وفيها نيتريك اوكسايد، فيها حاجات كتيره جدا، لكن اكتر حاجه هما الاستايل كولين والدوبامين. المشكله ان اللي بيحصل في سيلكتيف ديجنريشن في الدوبامينرجيك سيلز، يعني الدوبامينرجيك سيلز الوحيده هي بس اللي بتتاثر بالمرض ويحصل لها ديجنريشن، بقيه الخلايا لا. طيب ده ايه المشكله لما يحصل؟ تعمل لي ايه؟ تركيز الاسيتايل كولين زايد بزياده. يعني الاسيتايل كولين هيزيد مش كده، والدوبامين هيقل، بس هل الاسيتايل كولين زاد ولا الاسيتايل كولين شكله انه زاد؟ لا، هو بالشكل انه زاد شكله. لكن زاد. هو ما زادش، هو ما زادش ولا حاجه. يعني احنا عندنا الاستايل كولين من الحاجات اللي بتزود الكونتراكشن مش كده، يعني احنا اي ماسل كونتراكشن بيحصل بالاستايل كولين. اللي بيخفف الموضوع شويه او اللي بيعادله هو الدوبامين. طيب لما انا عندي الدوبامين يقل، يبقى الاستايل كولين بقى مور اكتنج، فالجسم عموما يحصل فيه ايه؟ يحصل فيه مور كونتراكشن. طيب المور كونتراكشن ده ات ريست بتبقى باينة عندنا بزياده في التون. مش احنا قايلين ان هو التون ده عباره عن الماسل كونتراكشن
during complete relaxation. يبقى once إن هو الأستايل كولين زاد والواحد at rest يبقى التون عالي فيه اللي احنا بنسميها rigidity. طيب لما يزيد أكتر كمان يحصل إيه؟ يحصل إن هو إن التون ده interfering مع الموفمنت. يعني لما تبقى العضلة هي مريحة خالص لا ده فيها contraction والcontraction ده عالي، هل يبقى الحركة الجديدة بقى أسهل ولا أصعب؟ إيه رأيكم؟ أصعب. أصعب. فبيحصل فيه يحصل فيه حاجة اسمها إيه؟ bradykinesia يعني slowness of movement. يبقى أول حاجة إن التون عندي زاد فيحصل فيها slowness of movement، الواحد تلاقي صعب إن هو يعمل حركات، وفي نفس الوقت الimbalance ما بين الاتنين دول يعمل لي abnormal movement كمان، يعني مع الكونتراكشن يحصل abnormal movement. عشان كده الباركنسونيزم هو characterized بانه pathologically ده عبارة عن degeneration في substantia nigra selectively بياخد الدوبامينرجيك سيلز. كلينيكالي بيبتدي يظهر كلينيكالي امتى؟ لما حوالي 3 ارباع الخلايا اللي موجودة عندنا يحصل لهم degeneration، يعني 75% من الخلايا لما يحصل لهم degeneration يبتدي بداية ظهور الكلينيكال بيكتشر. يعني احنا عندنا ريزيرف 3 اضعاف الطبيعي، ده كله ريزيرف موجود عندنا. لما واحد بقى بيحصل له ان الريزيرف ده بينتهي بيبتدي بقى الكلينيكال بيكتشر تبتدي تظهر. الكلينيكال بيكتشر تبتدي تظهر في ايه؟ في in the form of increasing في التون اللي احنا بنسميها rigidity، in the form of slowness of movement اللي احنا بنسميها bradykinesia، و abnormal movement اللي هي بنسميها static tremors. طبعا في حاجة اسمها البوشرال ريفلكسز او البوشرال موفمنت، يعني انت مثلا وانت ماشي بتلاقي بتعمل swinging of the hand، تعبير وشك انت بتتكلم ولا وشك بيعبر عن كل كلمة انت بتقولها، التون بتاع الصوت بيزيد وبيقل و كل دي حركات. طيب لما انا عندي مشكله اصلا في ان انا انيشيتنج الحركات، هل هعمل الحاجات اللي هي الاسوشيتد دي؟ دي اسوشيتد اعملها وانا عندي اصلا مشكله في الحركات من اساسه؟ ايه رايكم؟ لا ما راح اقدر. يبقى بيحصل في loss of البوشرال والاسوشيتد موف. يبقى هو احنا عرفنا ان هو كلين باثولوجيكالي المشكله فين، اناتوميكالي ده سبستانشيا نيجرا اللي هي موجوده في الميد برين، كلينيكالي بريزنتد بكذا وكذا وكذا. طيب ايتيولوجيكالي بقى ايه سبب ان حصل السلكتيف ديجنريشن في سبستانشيا نيجرا؟ ايه رايكم؟ ممكن اتوميون مواش ايه غيره؟ تراما جينيتك ماشي. ايه تاني؟ سايد افكت لدرج صح. ايه كمان؟ اثيروسكليروسيس توكسيك الكبر والسن يعني اثيروسكليروسيس او اللي هو بيسبب يعني هو الاثيروسكليروسيس نفسه مش هيعمل، لكن لو حصل في مالتيبل انفاركشن سكندري للاثيروسكليروسيس ممكن يعمل لك ايه؟ ممكن يعمل لك برضو باركنسونز صح. ايه كمان؟ ممكن تيومر صح. ممكن تيومر. ايه كمان؟ انه كبر يا دكتور يعني الايج الايج لوحده لا، يعني السن لوحده كده برسي يعني مثلا ايه كلنا عارفين ان الناس كلها شعرها اسود لما بتكبر شعرها بيبيض، ده حاجه طبيعيه، لكن هل معنى كده ان هو الناس الكبار لازم يجي لهم باركنسونز؟ لا. فما اقدرش اقول ان الايجنج ده سبب، ده مش سبب ولا حاجه. ايه تاني؟ ممكن يكون انفكشن، يعني اي انفكشن بيجي في المنطقه ديت
وهو زمان كانت حصلت نوع من انواع الانفلونزا زي كوفيد كده اللي احنا عشنا فيه ده، كان من 100 سنه حصل انفكشن برضو وكان سيفير وخد الناس كلها، كان اسمها الحمى الاسبانيه او اسف الانفلونزا الاسبانيه، كانت بتعمل حاجه اسمها انكيفالايتس لسيرجيكال. كان من الكومبليكيشن بتاعتها انها بتعمل انكيفالايتس، والانكيفالايتس تاخد الميد برين، فكان الناس اللي هتعيش بقى منها يجي لهم باركنسونزم. اللي برضو عاوز اقوله لكم ان هم زمان في اول ما ابتدوا يتكلموا على الباركنسونزم قالوا ان في ناس من غير سبب بيجي لهم من غير اي سبب، انا مش لاقي سبب، لا عنده تروما ولا تيومر ولا دراج ولا توكسينز ولا عنده اي حاجه خالص، فدول جماعه دول سموهم ايديوباثيك، وسموهم اسم مخصوص اسمهم الباركنسون ديزيز. بس يعني مع تقدم الريسيرشز في الموضوع ده لقوا ان ما فيش حاجه اسمها ايديوباثيك ولا حاجه، ده عباره عن عيان عنده جينيتك فاكتور هي اللي مخلياه ان يجيله مع الايجينج يجيله باركنسونيزم، بس هو بيبقى underlying في genetic predisposition، فهو الايديوباثيك ده ما طلعش ايديوباثيك ولا حاجه، ده genetic form اللي احنا اللي احنا عارفين. فاحنا عموما لما بنتكلم على الايتيولوجي بتاع الباركنسون ديزيز بنقسمه لتو لارج ايتيولوجيز، ايدر ان هو الايديوباثيك تايب اللي احنا عارفين هيدن كده ان ده genetic، والسكندري تايب اللي هو فيه بقى كوز انا اقدر امسكه سواء كان تروما او تيومر infection, heavy metals, toxins, drugs، ده كله هسميه secondary. لكن لو أنا مش لاقي سبب أقدر أمسكه في إيدي فبقول غالباً إن ده idiopathic type اللي هو الجينيتك type اللي هو أكتر نوع وأشهر نوع اللي بيبقى موجود في حوالي 75% من حالات الباركنسونيزم. فعلشان استسهالاً للموقف عملوا اسمين، عملوا باركنسونيزم. الباركنسونيزم ده يشمل كل الحاجات اللي تحتي، اي حاجة بتسميها باركنسونيزم، لكن لو انا قلت باركنسونز ديز ده مقصود بالايديوباثيك تايب اللي هو الجينيتك تايب بس. يعني لما اقول لك بارك يعني في، انا فاكر ان احنا من ضمن الاسئلة اللي احنا جبناها لكم بره جبنا what is the cause of باركنسونز ديز، ورحنا كاتبين بقى دراج وتيومر وانفكشن وجينيتك، كتير جدا راحوا اشتكوا قالوا والله ده كل الكتب كاتبه ان الباركنسونيزم في كل الحاجات دي، كل الحاجات دي تعمل. طبعا هما ما خدوش بالهم ان احنا كاتبين كلمه باركنسون ديزيز مش باركنسونيزم، فطبعا هنا لا يحتمل ان هو نقول ان هو سكندري لدراج او سكندري لهيفي ميتالز او سكندري توكسيك، ما ينفعش. فكانت الفكرة كلها في الاسم بس. فإحنا برضو إحنا بنقرأ السؤال نبقى واخدين بالنا إحنا بنقرأ إيه بالظبط. واضح الكلام ولا في أي مشكلة بالنسبة للإيتيولوجي؟ دكتور ما فهمت الفرق، إيش هذا الفرق بين باركنسونيزم وباركنسون ديزيز؟ لو قلت باركنسونيزم يبقى يحتمل أي حاجة، يعني كل الحاجات اسمها باركنسونيزم، لكن يعني الباركنسونيزم ده يحتمل الايديوباثيك والسكندري. ماشي سهلة كده. طيب امال الباركنسون ديزيز، الباركنسون ديزيز ده معناه كلمة واحدة بس اللي هو الايديوباثيك تايب، مفهومة؟ ايوه. طيب الايتيولوجي في اي مشكلة يا رجالة؟ دكتور الايديوباثيك يعتبر برايمري؟ يعني ايه برايمري؟ سكندري كوزز اللي هم هذوليك الباقيين كلهم. هو مش ما بيسموهوش برايمري وسكندري، هو بيسموهم ايديوباثيك وسكندري. والمقصود بالسكندري، المقصود بالسكندري ان هو في ايتيولوجي سكندري تو هايبرتنشن، سكندري تو ستروك، سكندري تو تيومر، عشان كده سموه سكندري، مفهومه؟ ايوه يا دكتور. طيب تمام. طيب ايه الانفستيجيشن اللي احنا نعملها عشان تو ريتش دايجنوزس اوف باركنسون ديزيز؟ ايه رايك؟ MRI. طيب ايه تاني؟ نيورولوجيكال اكزامينيشن.
طيب ايدين الدوبامين ممكن MRI. للاسف الباركنسونيزم لغايه النهارده ما فيش له انفستيجيشن، يعني هو اب تو توداي هو عباره عن هيستوري واكزامينشن. يبقى المين دايجنوستيك كرايتيريا هو ال ايه الهيستوري والاكزامينشن. امال احنا بنعمل ام ار اي وام ار سبكتروسكوبي وبوزيترون ايميشن والحاجات دي ليه؟ ليه بنعملها في عيانين باركنسونز رغم ان انا بقول ده هو مني بالهيستوري والاكزامينشن؟ ايه رايك؟ رول اوت ايه بقى؟ صح، بس رول اوت ايه؟ دمنشيا ممكن؟ سكندري كوز؟ لا تو تريت ذا مين كوز؟ لا سيمي بلاجيا، بلاجيا ممكن؟ لا لا لا، الباركنسونيز له اخواته اسمهم باركنسون بلس. ايه هم الباركنسون بلس؟ حاجات تتشابه تماما مع الباركنسونيزم بس بيبقى معاها other feature added to الباركنسونيزم. يعني لو كان الباركنسونيزم ومعاه cerebellar manifestation و autonomic manifestation ده بسميه multiple system atrophy، لو كان باركنسونيزم ومعاه dementia بسميه lewy body dementia، لو باركنسونيزم ومعاه visual hallucination ده وبرضه ديمينشيا ده بسميه فرانتو تيمبورال او بيكس ديزيز، لو باركنسونيزم ومعاه ان ابيليتي تو موف الاي الاي جيز فيها مشكله ده بسميها سوبرا نيوكليار بولس. يبقى دول كلهم يبقى من ضمن الكومبوننت بتاعتهم ان هو فيهم باركنسونيزم بس مش لوحده. لكن الباركنسونيزم اللي احنا بنقوله لوحده ده mainly بالهيستوري والإكزامينيشن، لكن الانفستيجيشن احنا بنعملها عشان to exclude او rule out the Parkinson plus syndrome. طيب هل نسبتهم عالية؟ يعني انا لما اجي اشخص باركنسونيزم هل نسبة عالية بينهم بيطلع صح ولا غلط الباركنسونيزم بتاعي ده؟ ربع الحالات اللي انا بقول ان دي باركنسونيز اكشوالي ما بتبقاش باركنسونيز بتبقى باركنسون بلس، ف 25% من الحالات ده رقم كبير ما اقدرش ان انا ايه استهون بيه. فعشان كده احنا بنعمل انفستيجيشن، لكن هل الانفستيجيشن دي هتكونفيرم الدياجنوزس؟ لا، ما بتقوليش ان ده خالص. يعني انا لو جبت قلت لك مثلا ان عيان عنده براديكاينيزيا وعنده ستاتيك تريمور وعنده 60 سنة، يعني بقولك في الآخر إنه هو باركنسونيز. How to diagnose؟ بقولك بقى history taking ولا CT ولا brain CT ولا إيه رأيك تختاروا إيه؟ History taking لأن هو ده الأساس. طيب لو انا جبت لك نفس العيان هو وقلت لك والله ده كان معاه كمان سيريبيلر مانيفيستيشن وكان معاه هايبوتنشن، ايه رايك؟ هو نفس السؤال اهو، بس انا في الوسط قلت لك هنا بقى هتقولي البرين ام ار اي. ليه؟ لان انا هنا ما بقولش ان ده باركنسونز، ده باركنسون بلس، ومحتاج ان انا احدد بالفعل ان في سيريبيلر اتروفي بتاع المالتيبل سيستم اتروفي. مفهوم اللعب بالكلام بيتم ازاي في اسئله الام اس كيو؟ واضحه يا دكتور، واضحه. طيب ايه رايكم ازاي نعالج عيان عنده باركنسونيزم؟ يعني احنا فهمنا مكان الليجن موجود فين، والليجن ده لما يبقى موجود هيعمل لنا ايه، والباثولوجي بتاعه ايه. طيب تريتمنت اعالج واحد زي كده ازاي؟ ايه رايكم؟ دراجز دوبامين صحيح. يعني هو ميديكالي، هو طبعا التريتمنت اساسا ميديكالي مش سيرجري، يعني السيرجري في الحالات اللي هو الكومبليكيتد والسيفير والادفانسد كيسز، لكن الاساس هو ميديكال. طيب انا ميديكالي هو العيان ده عنده مشكلتين، المشكلة الرئيسية إن الدوبامين عنده قليل،
والمشكلة الفرعية إن شكل الأستايل كولين عالي، لكن هو معليش ولا حاجة، هو الأستايل كولين نورمال، لكن النسبة ما بينه وما بين الدوبامين اختلت، فعشان كده يبان إن هو عالي. فعندي التريتمنت هيبقى برضو حاجة من الدين، إذر إن أنا هحاول أقلل الأستايل كولين علشان يبقى قد الدوبامين مرة تانية، وده بنسميه انتي دوبامينرجيك دراج، اسف انتي كولينرجيك دراج، يعني انتي كولينرجيك دراج هتقللي الاستايل كولين، فيبقى البالانس تاني هرجعه للبالانس الطبيعي اللي موجود. او النقطه الثانيه ان انا احاول ازود الدوبامين. طيب الانتي كولينرجيك مفهوم، حد انتي كولينرجيك دراج، طب ازود بقى الدوبامين ازاي؟ ايه رايك نقلل الرياكتيك؟ صح، ممكن ان احنا عارفين ان السايكل بتاعت الدوبامين، ان الدوبامين ده بيطلع من النيرون وبعد كده بيحصل له ري ابتيك تاني، فلو انا قللت الري ابتيك فبزوده. طيب ايه تاني غير الري ابتيك؟ نزود دوبا، دي دوبا. هو الدوبامين شخصيا ما اقدرش اديه، لان الدوبامين ما بيقدرش يكروس البلود برين بارير، يعني لو انت اديتي اورالي او انترافينوسلي هيدنه في الجسم كله الا البرين، ما يروحش للبرين، فنت ريزلت ان انت ما استفدتيش حاجه، لان هو ما بيقدرش يكروس الممبرين بارير ده ما بين الممبرين وممبرين البادي، فهيدنه في البادي مش هيقدر يروح البرين. عشان كده احنا ممكن ندي البريكيرسور بتاعه، يعني اللي قبل الدوبامين، اللي بيتحول للدوبامين، اللي اسمه ايه؟ اسمه ليفودوبا. يبقى هو الليفودوبا ده لما بيحصل له كاربوكسيليشن بيتحول لدوبامين، هو ده اللي انا بديه، لكن لو اديت الدوبامين شخصيا مش هتستفيدي منه بحاجه. طيب ايه كمان نزود بيه الدوبامين؟ نقلل البريك داون اوف الدوبامين. صحيح، يعني الدوبامين بيحصل لأنه هو بيحصل انزيمز موجودة في السينابتيك ليفت بتكسر الدوبامين. والله لو أنا وقفت الانزيمز دي هعلي برضو الدوبامين. طب إيه تاني؟ ممكن نزود الريسبتور، نوقف الديكربوكسيليز اللي ما يقدر يدخل البلود برين بارير. ما احنا قلنا ده، لكن إيه تاني كمان؟ ممكن أدي مادة شبه الدوبامين بس ما هيش دوبامين، لكن المادة دي بتشتغل على الدوبامين الريسبتور كأني أدي الدوبامين، لأن أنا ما يهمنيش الدوبامين، أنا يهمني أن الدوبامين ده يروح يشتغل على الدوبامينرجيك ريسبتور فيشتغل. طب لو أنا أديت مادة تقدر برضو تو ستيميليت الدوبامينرجيك ريسبتور، بس هي أكشوالي المادة دي مش دوبامين، فبيسموها إيه؟ بيسموها دوبامين أجونست، يعني مادة شبه الدوبامين بس ما هيش دوبامين، وتقدر انها having ability to bind to the receptor. يبقى انا عندي الحاجات اللي في ايدي اللي انا اقدر بيها ازود الدوبامين، either ان انا بدي البريكيرسور بتاعه فيبقى الافيليبيلتي بتاعته عاليه فالبادي سينسيتايز الدوبامين بسرعه اللي هي اللي دوبامين، او ان انا اقلل الدستراكشن اوف الدوبامين بالانزيمز اللي هو الكاتيكول اوميسايل ترانسفيريز انهيبيتور او البونو امين اوكسيديز انهيبيتور، اللي هما دول التو انزايم دي اسامي، يعني ما تخافوش من الاسم، هو الاسم طويل بس هي اسم الانزايم، فحنا ادي انهيبيتور للانزايم ده فحيعلي الدوبامين، او ان انا بدي ماده شبه الدوبامين تشتغل على الريسبتور اللي احنا بنسميها دوبامين اجونست. طبعا لو العيان ان سيفير كيسز او ان ادفانسد انا باجي ابتدي اقطع السيركوت، انهي سيركوت اللي انا بروح اقطعها؟ السيركوت اللي انا ببقى عارف ان فيها استايل كولين، يعني انا اسيب السيركوت بتاعه الدوبامين واقطع السيركوت بتاعه الاستايل كولين، اللي هي بقى عن طريق ان انا ايه بقطع السلامس فيسموها سلاموت، او اقطع الجلوبس باليد اللي هي باليدوت، قطعت بس عملت خط كده في المنطقه دي، لما بعمل خط في المنطقة دي بيقطع لي الفايبر بتاع الأستايل كولين ويسيب لي بتاعت الدوبامين، فيحسن لي الفانكشن بتاعت البرين. في أي مشكلة في التريتمنت أو المانجمنت في حالات
الباركنسونيزم. دكتور ما فهمت ليش نعطي انتيكولينرجيك دراجز؟ طيب انا مش انا عندي الاساس ان انا قلت لك ان الماسلز كنترولد بتو كيميكال ترانسميتر. استايلكولين ده بيحاول ان هو يعمل كونتراكشن للماسلز، وعندي دوبامين بيقلل الكونتراكشن للماسل. نورمالي في بالانس ما بين الاثنين، يعني مثلا البادي عنده 5 كيلو دوبامين و5 كيلو استايلكولين. لما ال5 كيلو وال5 كيلو دول موجودين مع بعض بيبقى الجسم متوازن، يعني التون معقول، الحركه تعمليها بسهوله، ماشي. طيب لو انا عندي الدوبامين قل بقى الدوبامين 2 كيلو بس، هلاقي ان الاستايلكولين 5 زي ما هو، فهو شكله كده زاد. هو ما زادش، هو 5، هو كان في الاول 5 ودلوقتي 5، لكن اكشوالي هو الايفكت بتاعه زايد، يعني هيخلي فيه ماسل كونتراكشن عالي. والدوبامين اللي كان بيعضده بنفسه قل. فانا في الحاله ديت ممكن اعمل ايه؟ اقلل ال5 كيلو استايلكولين دول اخليهم 2 كيلو، فبقى 2 كيلو استايلكولين وبالهم 2 كيلو دوبامين، فبقت الماسل متوازنه مره ثانيه. مفهومه ولا صعبه؟ لا وضحت. تمام. طيب التريتمنت يا رجاله، في اي حاجه في الباركنسونيزم سهل ان احنا نعالج الباركنسونيزم؟ كله طيب، في اي حاجه في الباركنسونيزم عموما مش مفهومه او حد حابب يفهمها اكتر؟ دكتور عندي سؤال. تفضل. دكتور، يعني في طريقه نقدر نعرف او نشخص قبل ما تبان السيمبتومز؟ لا. يعني زمان كانوا بيقولوا ان لو واحد عنده هاي فاميلي هيستوري، يعني عيله فيها باركنسونيزم كتير، ايه اول سيمبتوم بيبان في العيان؟ لقوا ان هو انوزميا. يعني مثلا لو انا قلت مثلا ان العيله الاب والجد فيهم، يعني طب الاولاد اول واحد هيحصل عنده انوزميا او مش هيشم كويس، هعرف ان غالبا ده ممكن يحصل له باركنسونيزم. بس هل اقدر اجيبها في واحد؟ يعني هقول كل الناس اللي عندهم انوزميا هيجي لهم باركنسونيزم؟ لا طبعا. فهي ديت حاجه بس كده كانت يعني حاجه لاحظوها، لكن طبعا ما بنقدرش نستعملها كلينيكال. فانت ما تقدريش تحكمي مين اللي هيجي له باركنسونيزم ومين مش هيجي له. أسئلة تانية؟ طيب دكتور، في ستيجز للباركنسون ولا لا؟ هو مش ستيجز، لكن هو البروجريس بتاع الباركنسونيزم. يعني الباركنسونيزم في الأول، أول ما انت بتعملي له دياجنوزيس بيبقى ريسبونسيف للتريتمنت، يعني أي دواء هتديه هتلاقيه يتحسن. وطبعا أحسن دواء والموست افكتيف هو الليدوب، اللي هو ليفودوبا، يعني ده أحسن دواء يعني. فده بيسموها الهاني مود بيريود، يعني أول مرحلة اللي انت هتدي أي دواء العين هيتحسن ويبقى راضي عن حياته وماشي حياته كلها. بس ده للأسف ما بيمشيش فترة طويلة، يعني بعد 10-15 سنة من التريتمنت أو من الدياجنوزيس للباركنسونيزم بيبتدي يحصل كومبليكيشن، ودي إنيفيتابل نتيجة للمور ديجنريشن اللي احنا وقف. يعني لو انتوا خدتوا بالكم كان الأساس ان حصل فيه ديجنريشن اوف سيلز، وكل الأدوية اللي احنا قلناها دي تعتبر سيمتوماتيك، يعني احنا بنحاول نحسن اللي موجود، لكن ما فيش حاجة وقفت البروسس بتاعت الديجنريشن اللي موجود. الديجنريشن ما زال مستمر وشغال وبيزيد. ففي حوالي 10-15 سنة بيبتدي العيان بقى يديتريوريت مور ويبقى ريسيستنت للتريتمنت. ومش بس كده، هو احنا ما جبناش سيرة خالص الكوجنيشن،
يعني العيان بتاع الباركنسونز بيبقى الميموري بتاعته كويسة والانتليجنس كويس و لكن بعد 10-15 سنة بيبتدي يديفلوب سايكاتريك مانيفستيشن وديمنشي. فهو ده بروجنوزس لكن مش ستيجنج. وضحت الصورة؟ أيوة. يعني لما يكون تبدأ السايكاتريك ويصير الديمنشي تقريبا هذه يعني أدفانس يكون. أيوة ده أدفانس ستيج. أسئلة تانية؟ شكرا دكتور. عندي سؤال. تفضلي دكتور. أنا قرأت إن في diagnostic investigation ممكن نسويه اللي هو السبكت CT للدوبامين active transporter. صحيح يعني... بس أولا ده very expensive، ثانيا ده لغاية النهاردة ده عبارة عن research work يعني ما يستخدم في الواقع. لا يعني في الواقع لا، انت لو انت في مجال بحثي موجود. يعني احنا لغايه دلوقتي البوزيترون ايميشن توموجرافي السبكت يعني الحاجه الوحيده اللي موجوده اللي هو الام ار سبكتروسكوبي، ده اللي موجود على ارض الواقع يعني. لكن الحاجات الثانيه دي كلها دي ريسيرشز مفهومه. لكن انت مثلا مش هتبقي شغاله في الكلينيك وتقولي لي فلان روح اعمل لي سبكت وتعالى، مفيش، ده مش موجود. ماشي شكرا لك. تمام. العفو. اسئله تانية؟ الموضوع سهل وما فيهوش مشاكل. نبتدي الكيس سيناريو. طيب تفضلي. ايش علاقه الباركنسونز ديزيز مع الكوجنيتيف امبيرمنت اللي بتصير للباركنسون بيشنت؟ يعني لا معلش مش فاهم سؤالك، بتقولي ايه تاني؟ درسنا انه في علاقه انه مثلا باركنسون بيشنت بيصير لهم كوجنيتيف امبيرمنت، بيصير عندهم مشاكل، فايش علاقه العلاقه ما بينهم؟ طب مش انا لسه قايل يا رجاله ان هو مع الديزيز بروجريشن بيحصل فيه مور ديجنريشن في السيلز، فبيحصل فيها كوجنيتيف امبيرمنت اللي هي الديمنشيا وسايكاتريك كمان كومبليكيشن. مش انا لسه قايلها، بس ده مع الادفانس ديزيز. لكن ايرلي اول اون دايجنوزس، اول ما بتيجي تعملي دايجنوزس بيبقى غالبا ميرلي بوتر. طيب ايه اول حاجات بقى بتتغير؟ يعني ايه اول مانيفيستيشن يبتدي قبل بقى يعني الديمنشيا دي فرانك حاجه بقى كبيره وكل الناس شايفاها وكده، لكن ايه اول حاجه العيان بيبتدي يشتكي منها قبل بقى الديمنشيا وكده؟ بيبتدي ان هو بيبقى عنده عدم القدره على اتخاذ قرار، بيجد صعوبه في ان هو ياخد ديسيجن ميك. دي بدايه الكوجنيتيف امبيرمنت في عيان الباركنسونز. طيب لو عيان ابتدى من الاول يعني فروم داي زيرو جاي يشتكي من الاول خالص ان هو عنده باركنسونز وعنده كوجنيتيف امبيرمنت الاثنين مع بعض من الاول، هل اقدر اقول عليه ده باركنسونز؟ ايه رايك؟ لا هذا مو باركنسون بلس. ايوه ده باركنسون بلس، لكن ما اقدرش اقول عليه باركنسونز. امتى اقول ان هو بجاله بقى كوجنيتيف امبيرمنت وديمنشيا وشيفتنج ديسيجن ميكنج وكل الكلام ده؟ لما بيعدي عليه فتره ما تقلش عن مثلا 7-8 سنين، ده اقل حاجه عشان يبتدي يدخل في مرحلة الكوجنيتيف ديسفانكشن. رديت عليكي كده ولا انت حابة تقولي حاجة تانية؟ لا يبقى. تمام. طيب نبتدي نقرأ الكيس سيناريو. دكتور تفضل، ممكن تتكلم عن الباركنسون بلس سيندرومز أكثر اللي هي الملتيبل سيستم أتروفي والبي اس بي والأشياء هذه؟ هتاخدوها بالتفصيل في سنه 5 عشان كده ما بتكلمش عليها. يعني ما يعني هتاخدوها في النيورولوجي، انتوا هتاخدوا شهر نيورولوجي في السبيشاليتي فبتاخدوها بالتفصيل، بس بيها لوقتها بس. تمام تمام. حد يقرا كيس سيناريو رجاله؟
ده فيش متطوعين؟ أي حد يتطوع؟ دكتور ما عندنا سلايدات، إذا ممكن ترسلها على الليدر. طيب خلاص هبعتها على الليدر دلوقتي وهو يشيرها بس ويقراها معي. ماشي ثواني بعدها. ألو، أيوة يا دكتور، أنا بعتها لك كده، شوف كده، أيوة دوبها وصلت، ثواني بس. طيب، طيب، شيرها كده ونشغلها. واضحة كده يا دكتور ولا؟ تمام، تقراها بس. داود 68 retired history ex teacher. He was working as a secretary but he gave up because his pen did not keep up with his thoughts. يعني ايه الجملة دي تعرف؟ انه يعني صار ما هو قادر يكتب او انه ما بي يعني ما بيلحق يكتب زي اول. ايوه بطيء في الكتابه، ودي اول بدايات الايه المايكروغرافيا اللي هو الخط الصغير الغير مقروء والصعوبه في الكتابه نفسها، دي بدايات خالص قبل حتى ما بيبتدي عنده التريمور وما شابه. كمل. Counseled his physician as he start to develop calmness hand, change handwriting, micrographia.
Hand fasten buttons, blank facial expression. الكلام واضح؟ فاهمين ماشيين مع الحالة؟ كلام واضح. طيب كمل. After 2 years, he developed the cogwheel rigidity in wrist and arms, rigidity in neck and limbs, shuffling gait, frequent fall, resting tremor in all limbs, normal reflexes. طيب هو احنا لما جينا اتكلمنا على الكلينيكال بيكتشر قلنا ان الاساس ان هو فيها slowness of movement. طيب هل الطبيعي ان واحد ماشي ان هو بيرفع رجله من على الارض ويعديها مسافه ويحطها تاني؟ الموضوع ده بيبقى متعب قوي بالنسبه له، يعني ان هو يعمل حركه، الحركه دي هتاخد ماسلز بتاعه الهيب وماسل بتاعه الساي، فهو الاريح ليه ان هو ايه بيزحف على الارض، يعني ما بيشيلش رجله من على الارض. فدي بيسموها ايه شافلينج جيت، يعني كانه ماشي يزيق في الارض كده، فدي اسمها ايه الشافلينج جيت. مفهومه يا رجاله؟ سهله؟ مفهومه. At this point, what is the preliminary clinical diagnosis? What is the region? What is the region? حد يقدر يقول لنا الكلام ده؟ يعني طبعا هو جاب لي كل حاجة، ان هو خطه صغير وما بيعرفش يمشي كويس، ولما جم شافوا التون لقوا ان هو التون عالي اللي هو الكوجويل تون ده، فجاب لي كل الحاجات بتاعت الايه باركنسونزم. ايه رايكم؟ ايه ده؟ ايه بقى اجابه الاسئله دي؟ صحيح. ده ديجنريشن في الدوبامينرجيك سيلز اللي موجوده في السبستانشيا نيجرا، اللي هي موجوده اصلا في الميد برين. كمل. Any voluntary movement need one pyramidal system for the execution, extra pyramidal system for planning and initiation, cerebellum for coordination and feedback correction. ده اللي هو يعني اي حركه احنا بنعملها في الجسم عموما بتحتاج للحاجات دي، يعني محتاجه اصلا اول حاجه الاوردرنج الاول بيتم عن طريق البيراميدال، لكن ان انا هعمل بلاننج بقى للموفمنت ديت اللي هو بيتم عن طريق الاكسترا بيراميدال، اللي هي شويه نيوكلياي كده بمطوره في الدماغ، فبيسموها اكسترا كرين اللي بقى اسف اكسترا بيراميدال اللي هم بره البيراميدال، اللي من ضمنهم السبستانشيا نيجرا، يعني الكوديت، الجلوبس، البوتامين، السالاموس، كل دول الريد نيوكليوس، كل دول اسمهم ايه اكسترا بيراميدال سيستم او اسمهم اكسترا اكسترا بيراميدال سيستم او بيزال نيوكليوس. الباركنسونيزم يعتبر واحد من الديزيزز اللي افكت البيراميدال ولا الاكسترا بيراميدال؟ ايه رايكم؟ اكسترا بيراميدال. اكسترا بيراميدال. لكن لو حصل فيه بيراميدال ده غالبا بيجي بايه بويكنس مش اب نورمال موف. تمام. كمل. هذه دكتور الشغلات هذه الايه الشغلات اللي هنا الصور هذه ثانية واحدة اتكلم فيها ولا امشي؟ لا ثانية واحدة اشوفها بس انا مش شايف. لا مش هتكمل فيها دي عشان نرجع الاناتوم، يعني ديت معموله السلايد ده محطوط عشان نرجع تاني نقرا ايه هو البيراميدال وايه الاكسترا بيراميدال سيستم. ماشي كمل. تمام. باركنسونزم الريجيديتي اقرا اللي تحت يا دكتور ولا اكمل بالاسماء بس؟ لا اسمائي بس، يعني هو احنا بس ايه هي الكاردينال سيمتوم
او ايه هو السيمتومز اللي الباركنسون بيجي بيها اساسا، هو الريجيديتي والاستاتيك تريمور طبعا والبراديكينيسيا. كمل بعد كده. بص ده برضو الفيسيولوجي عشان نفهم يعني ايه تون، يعني احنا بنتكلم على التون ده هنراجع فيه الجزء بتاع الايه الفيسيولوجي. وفي كذا سلايد كده محطوطين هنا عشان تراجعوا تاني، ترجعوا تاني للاناتومي والفيسيولوجي، فده تبع الفيسيولوجي. بعد كده كمل من هذا كمان دكتور عديها ده بس بيقول لك ان هو البراديكينيزيا ان هو بيبقى عنده مشكله في ان هو يعمل الحركات بسهوله، فانا لو خليته مثلا يجيب صبعين قصاد بعض هتلاقيه بيعملهم بطيء وهيعملهم مش معبولين بالظبط زي ما واحد طبيعي بيعمل. بعد كده طبعا التريمورز عموما، ده تقسيم التريمور عموما، ان احنا بنقسم التريمور الى انها يا اما استاتيك يعني بتحصل ديورنج الريست، او اكشن تريمور اللي هي ديورنج المسل كونتراكشن. فطبعا الباركنسونيزم يقع تحت انهي نوع من النوعين الكبار دول؟ ريستنج او الاستاتيك تريمور. تمام بعد كده his general physician referred him to neurologist in movement disorder. Why he referred him while clinical diagnosis is clear? What is needed in investigation to confirm clinical diagnosis? 18 if fluorodeoxyglucose. طيب جاوب بس على السؤال الأول، هو ليه بعته رغم إن الراجل واضح إن الكلينيكال بيكتشر بتاعته باركنسونيزم؟ ممكن عشان نتأكد إذا ما هي باركنسون بلس دكتور. عشان نتأكد أو رول أوت إن ده مش باركنسونيزم، ده باركنسون بلس. طيب إيه الحاجات بقى اللي ممكن إنها تظهر لي الموضوع ده؟ لو لاحظنا إن كل الحاجات اللي أنا كاتبها دي كلها حاجات إيه investigation، يعني مش حاجات أنت تقدر تشوفها في تقدر مثلا تبعت عيان يعمل لك مثلا إسبكت أو تعمله بيت مثلا. لا، كل الكلام ده كله محتاج ريسيرش سنتر. ماشي، بس احنا بنقول ايه هي التولز، يعني عشان انتوا تبقوا عارفين ايه هي التولز اللي احنا بنستعملها في الحالات زي كده. اتفضل كمل. داود diagnosed with early stage Parkinson improved remarkably after giving cinemet. سينيمت ده عبارة عن الليبودوبا. Deteriorate over next few years, now in rehab hospital. Why? ماشي كبير. هل احنا متوقعين ان هو هيديتيريوريت ولا احنا ادينا له العلاج كده وهو خلاص بقى كويس ومش هيحصل له اي ديتيريوريشن؟ ايه رايك؟ مش احنا قلنا ان هو ده ديجنريتيف ديزيز وان احنا ما وقفناش الديجنريشن، ان احنا كل اللي احنا بنعمله عشان نحسن الحياه بتاعه العيان، نحسن الموفمنت ونحسن المسل كونتراكشن، لكن احنا اكشوالي ما اديناش علاج يوقف البروجريشن اوف ذا ديزيز، يعني هو ستيل برضه بيحصل له ديجنريشن في السنس. هو انا لما قللت الدوبامين ولا لما زودت الدوبامين او قللت الاسيتيل كولين، هل انا عالجت الديجنريشن اللي حصل؟ انا ما عالجتوش. فطبيعي جدا ان العيان بعد كام سنه من التريتمنت يديتيريوريت، وانا ببقى متوقع ده وعارف ده، ومن الاول بقول له ان انا العلاج اللي بديه لك ده مش كيوراتيف، مش انا بدي لك حاجه. يعني مثلا احنا لو عيان عنده لانج انفكشن فانت بتدي انتي بيوتيك بيموت البكتيريا، انت كده نهيت عن الموضوع اساسا، خلاص اللانج ما عادش فيها بكتيريا فبقى سليم تمام رجع تاني طبيعي. هل انا عملت مع الباركنسونيزم نفس القصه دي؟ هل انا اديت له حاجه وقفت السيل ديجنريشن اللي حصل عنده ده؟ واضحه النقطه دي يا رجاله ولا مش؟ ايوه واضحه يا دكتور. فطبعا الطبيعي ان هو يحصل له ديتيريوريشن. ماشي. الحاجه الثانيه اللي هو كان يعني عاوز يوصلها لكم
ان انا مش بس بهتم بعلاج العيان ان انا اديله ادويه ومش عارف، لا انا لازم اخلي بالي ان العيان ما بيعرفش يتحرك كويس، فلازم البيت بتاع يعني الكلام ده بره مش عندنا، شر بره وبعيد عندنا احنا ما عندناش الكلام، لكن هما بره بقى بيهتموا ان العيان ما بيعرفش مثلا يطلع سلم يركب له اسانسير، من الاساس ما يقعدش في البيت في دورين، ان هو محتاج حد ياخد باله منه فلازم يبقى حاجه اسمها كير جيفر يجي يقعد جنبه. يعني الحاجات اللي بعد الشر علينا دي مش عندنا، ما بنهتمش احنا بالحاجات الصغيره دي، لكن هما بيهتموا قوي بالكواليتي اوف لايف. يعني مش هو معنى ان هو عيان ان خلاص، لا هو المفروض ان هو ناخد بالنا من الحاجات التانيه غير الديزيز. يعني مثلا العيان ده مثلا كومنلي ان هو يجي له ديبريشن، ما عادش بيعرف يتحرك وما عادش بيروح وبيجي وايده بتتهز وما بيعرفش ياكل كويس فبيبقى ديبريس. المفروض ان انا اديله انتي ديبريسنت هنا وادخله في كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي، الحاجات دي مهمه قوي برضه معايا. فهو هنا بيقول لك ان انت مش بس كده، لا ده انت العيان ممكن بتوديه كمان كير فاسيليتي، يعني ما هوش مستشفى بس حاجه زي دار المسنين، يعني حاجه ميد واي كده ما بين دار المسنين وما بين الهوسبيتال، ما هياش مستشفى ما هياش دار مسنين، لكن هو هياخد فيها الكير بتاع الباركنسون. عندهم الكلام احنا ما عندناش، بس نعرفه. ماشي مفهومه السلايد ده يا رجاله؟ ايوه طب يا دكتور. طيب ماشي كمل. كواليتي داود، كواليتي اوف لايف، what is the difference between rehab hospital and residential house؟ يعني طبعا يعني احنا فاهمين residential house ده مكان midway، يعني ما هياش hospital بياخد فيها hospital بقى في دكاترة ونيرس، لا ده حاجة midway، يعني هو بياخد فيها medical care اللي هو medical care ومش محتاج دكتور، وده بس مثلا بيبقى واحدة trained انها تاخد بالها من العيانين وتعرف تديهم الأدوية بس، لكن ما هواش hospital. Quality of life can be tolerated according to the individual or group. Also, it may be disease specific or generic. مش مشكلة عاديها. The aim of restore physical activity, daily activity, household activity, social activity. Normal psychological state. عاوزني افهمها لك؟ لا اقصد اكمل يعني ولا؟ لا كمل ليش. Treatment increase dopamine, dopamine اللي دوبا dopamine agonist inhibit dopamine breakdown. Given co بين الدوبا improved remarkably deteriorate over next few years despite those increase. ده يعني هو احنا فهمنا يعني السلايد ده ان مش معنى ان انا اديته علاج وان انا بزود له حتى جرعات الدواء ان هو هيدنه يستمر في الامبروفمنت، لا، وان هو ده البروجريشن بتاع، يعني السلايد ده بيوري لك البروجريشن بتاع الديزيز، ان هو انا عندي في الهانيمون بيريود اللي هي اول 6 شهور لسنه ونص باي دواء هتديه له هيتحسن، بعد كده هيبتدي تحصل كومبليكيشن يظهر بقى مشاكل، بعد الكومبليكيشن بقى يبتدي بقى في الايه ان هو ان ريسبونسيف للتريتمنت، واخر حاجه بقى ان هو يحصل لك اللي هو الايه الكوجنيتيف ديكلايمنت والديس. Treatment combination L-DOPA plus carbidopa dose 15 milligram. Why the initial good response fades with years? ليه إن هو بقى بيسوق بعد كده؟ لأنه هو بيحصل له degeneration. دي نقطة. النقطة الثانية إن كتير جدا من البيبر بتقول إن الدوبامين نفسه نيوروتوكسيك. يعني على الرغم من إن هو بيحسن المريض لكن هو توكسيك. بالجرعه اللي انت بتديها للعيان اللي هي الجرعه العاليه قوي دي بيعتبر ان هو بيساعد في المور ديجنريشن اوف سيل، فطبعا للاسف يعني، بس هو ده اللي في ايد ده اخر. ماشي كمل. ماشي
Sertraline was added few times daily but developed restlessness, involuntary movement or dizziness. ماشي هو يعني في السلايد ده بيحاول يقول لك ايه هو السايد افكت بتاع ديفرنت تريتمنت. السيليجلين ده اللي هو الماو انهبيتور ده واحد اللي بينهبيت الانزيمز اللي بتكسر الدوبامين, فدي من اكتر الايه السايد افكت بتاعته. الحاجه الثانيه برضو ان السيليجلين مشكلته ان هو لو اتاخد مع الجبن او حاجات بتاعه الالبان ممكن يدخلك في تايرامين افكت, ممكن يدخلك في هايبرتنشن. فاصلا اكشوالي ما حدش عاد بيستعمل السيليجلين ده خالص, يعني هو اسم كده موجود لكن ما حدش طبعا بيستعمله دلوقتي. كمل دكتور. ما هو ماو بي المهم مخصوص بالماو بي اكتر يعني برين مو في تو تايبس اوف ماو معه ماشي, بس هل السايد افكت بتاعه ما بيحصلش؟ يعني هل هو هيدخل على البرين مش هيبقى موجود في البادي؟ ايوه هو سيلكتيف على البرين. ماشي هو سيلكتيف في الاكشن لكن في السايد افكت هيبقى سيلكتيف برضو؟ يعني هو الاكشن سيلكتيف على البرين ده في الاكشن يعني يشتغل على الماو بتاعه البرين, لكن هو كسايد افكت كدواء هو الدكتور قال انه هو لو اعطيناه بالنورمال دوزز او لو اخذها يعني بالدوزز اللي احنا طلبنا منه ياخذها حتكون بس الافكت على البرين, بس لو زادت شويه حيكون الافكت على البودي كامل وحيسوي السايد افكت اللي هذه مكتوب. لا ده مش سايد افكت, ده كومبليكيشن مش سايد افكت. يعني في فرق ما بين كلمه سايد افكت, يعني سايد افكت ده معناه مثلا ايه, انت بتاخدي دواء مثلا وعمل لك وجع في المعده, لكن افرضي ان الدواء ده انت لما بتاخديه مع دواء تاني هيعمل لك تاثير مختلف, فاهم قصدي؟ فاحنا بنقول ان هو الماو انهبيتور كلها لو اتاخدت مع الجبن بالذات لو الجبنه القديمه شويه مهما كانت الدوز بتاعته بيعمل لك تايرامين افكت. هنا بقى ما بيبقاش بس على حسب الدوز, لا ده زي دراج انتر اكشن كده, لان الجبنه دي تعتبر دراج يعني هي احنا حاجه بناكلها بس هي ماده كيميكال, لو الكيميكال دي اتحطت مع الكيميكال دي بتدي افكت مختلف. هل بقى اقول هنا لا والله اصل الماو بيشتغل في البرين؟ طب ما هو الماو جه جنب الجبنه, مفهومه هو النقطه دي؟ ولا هو انا هبلعها هيروح رايح على البرين وما عادش موجود؟ هو انت وانت بتبلعيها كده لو اتحطت جبنه معاها هما الاثنين لازقين في بعض اهو هيعمل لك التيرامين افكت, فاهماني؟ وما لسه ما راحش على البرين ولا حاجه. وضحت النقطه دي؟ ايه واضح. طيب كمل. دوبامين اجونست اوكوباي دي 2 سب تايبس اوف دوبامينيك ريسبتور less side effect than dopamine less effect than dopamine. يعني صحيح الدوبامين اجونست ده ملوش سايد افكت قوي, مش نيوروتوكسيك قوي زي الدوبامين, بس ما هوش افكتيف قوي برضه. يعني الدوبامين اللي هو الليفودوبا ده اللي هو السينمت اللي احنا خدناه في اول سلايد تاخده من هنا سحر. الراجل كان قاعد ماشي مش عارف يمسك المعلقه ويجي يشرب الشوربه تدلق امها, ويجي يشرب كوبايه الشاي نصها تدلق على هدومه ونصها يشربها, خد السينمت من هنا تحسن وبقى حلو فل. بس في نفس الوقت انت بتديله الريسك بتاع ان انت بتزود الديتيريوريشن بتاع الديسيز نفسه على اللونج ران. يعني بدل ما كان هيعيش مثلا 20 سنه كويس لا هيعيش 15 سنه كويس. طيب انا ممكن ادي دوبامين اجونست ملهاش السايد افكت دي بس مش هتحسن العيان بنفس الصوره, مفهومه هنا؟ انا دايما لما بيجي عيان تيجي تعالجه بتعالجه انديفيديوالايز, انت عاوز تعمل ايه بالظبط؟ عاوز تحسنه قوي ولا عاوز لا هو ممكن مثلا شغله مش معتمد اصلا على الكتابه والتفكير والكلام ده مش محتاج قوي ان هو يبقى 100% امبروفد,
بس الاحسن ان هو لونج ران يبقى امبروف. فانا بختار الدواء على حسب برضو اللي عندي، لكن هي مش لسه، مش العيان بيجي ده باركنسونيزم اديله كذا وكذا وكذا، لا لا، ده هو جوه الباركنسونيزم انا بختار هديله ايه، امتى اديله انتي كولينرجيك، امتى اديله دوبامين اجونست، امتى اديله، فاهمين قصدي؟ يعني دي بقى اللي يعرفها بتاع النيورولوجي، اللي يعرف ازاي يختار ما بين الديفرنت تايبس اوف تريتمنت. دي طبعا مش مطلوبه منك انت، بتاع الميديسن مش هيعرف ده، بتاع الميديسن عارف ان هو بيديله انتي كولينرجيك وبيديه مش عارف ايه، بس ما يعرفش يختار ايه، ما يعرفش يدور على ايه عشان يديله الدواء ده. فدي دي الحته بتاعت ان انت بتروح للنيورولوجيست عشان يعالج لك الباركنسونز. مفهومه النقطه دي يا رجاله؟ افهم. طيب كمل. Other line of management, physiotherapy, psychological support, treatment of complications. اتوقع خلص الفريق بتاعنا. ثانك يو لي انا ولا ليكوا انتوا؟ لينا كلنا ان شاء الله. طيب يعني لو حابين اي حاجه نقولها سواء هنا او في المحاضره الاولانيه او في حاجه مش واضحه قوي قولي عليها. كله عاوز ينفك مني ويمشي، كله قاعد يديني سامبا عشان يمشي، مش كده؟ لا لا كل حاجة واضحة يا طيب، أشوفكم على خير إن شاء الله، شكرا لكم جميعا، مع السلامة.